الله حبايب قلبي يعطيك العافية. اليوم طبعا وأنا ماشي في الشارع صادفنا أحد الأصدقاء وقال لي يا فضل امبارح شفنا قطط صغار رامينهم الناس في الشارع، فلما شافني قال لي حالتهم صعبة كتير ولسه تقريبا عمرهم أسبوعين أو أسبوع ونص أو 3 أسابيع مش عارف قديش هو، بس بقول لي صغار لسه مش فاتحات عينيهم. فإن شاء الله هو قال لي شفتهم أنا ناحية المقبرة، راح نتوجه على المكان ونشوف ايش هو وين القطط ونبحث عنهم ونعتني فيهم. وتعالوا معانا، طبعا هي جبنا كرتونه صغيره عشان ايش نحطهم فيها وندور عليهم. وتحية المقبرة راح نروح عليهم نعمل آلية بحث خفيفة وين هم وين حطهم الزلمة مش عارف انا وين بالضبط. وبقول لي لقوهم هان تقريبا ان شاء الله. يا ايش هذا؟ تعال شوف بقى. وينها؟ من غادي معقول أمهم مخداهم ولا لا؟ الله أكبر. طيب وين رميهم هذول ولا وين حاطينهم ولا وين يمكن هديك في كرتون يمكن هن هاي صوت بسر. يا حرام ميتهم والله. والله يا حرام. طلع لسه صغار. طلع كمان عينهم قدا ويا حرام. مين رميهم؟ والله حرام عليكم يا جماعة الخير. طلعوا كيف؟ قرب المايك. طلعوا كيف يا حرام؟ إيه هاي كمان واحد. يا الله. مش حرام يا جماعة الخير هيك ترموهم؟ منيح اللي صحتهم معاهم بعض الشيء. شايفين يا اخوان 4 راح ناخذهم احنا على البيت ان شاء الله نطعميهم وايش نشربهم حليب. هي تقريبا صار عندنا 7 في الدار وهي كمان قديش 4 7 و4 11 قطة ايش منا نرضعهم. وهذا ان شاء الله العمل يكون لوجه الله تعالى ربنا هيك يقدرنا على فعل الخير. هيا واحد لسه بدهم كمان علاج عينيهم صعبين. هيا 2 هيا 3 هيا 4 بسم الله عالدار يا اخوان. والله العظيم يا جماعة ما انا عارف ايش اللي بصير في الدنيا يعني. اقل ما فيها يعني خلوا عندكم شوية رحمة في قلوبكم. حرام يعني ايش هدول ترموهم يعني لسه حديثين الولاده. يا اخي انت متضايق منهم كبرهم شوي وخليهم ياكلوا ويشربوا. مش زي هيك والله حرام اللي بصير يعني. طلع لا هم عارفين ياكلوا ولا يشربوا ولا يمشوا ولا حاجه. طلعوا يا حرام يعني اقسم بالله شيء محزن. راح نطلع ان شاء الله فوق.
واخيرا وصلنا. هاي الحبايب صاروا في حضنتنا. طبعا هذول راح نجهز لهم القفص هذا، وهي الببرونيا راح ايش نرضيهم قبل ما نحطهم في القفص. طبعا هاي جهزنا لهم الحليب، يدفينا المي اشي بسيط، راح ايش نرضعهم ان شاء الله. ربنا هيك يجعله بميزان حسناتنا. بس قبل ما نرضعهم راح ننظف عينيهم. تعالوا قربوا شوفوا، هذا كويس يا ري، فيهم براغيث والله بدهم رش يا حرام. هذا جاي في عينه رمل يا حرام. خلينا نبلش نرضعهم. يا ولد مغلا، قرب قرب يا حرام، جعانين لسه مش عارفين يمسكوا الشرين الببرون. ارضع ارضع ارضع. يا ري انا قاعد في مزرعة بسس. طبعا هي هذا خلصنا منه، نجيب واحد تاني. تعال هذا براس كبيرة. ارضى ارضى والله بقلبه هدول يا مغلا. ارضى ارضى. شبع دب كرشاته الحمد لله، نجيب واحد غيره. تعالي انت يا عروس، رجعتي انت صح؟ تعالي هاي الرابع. يا حرام جعانين يا ورد مقلاه، شايفين كيف؟ يا وردي علي جعانين يا حرام. هاي طبعا هدول يا جماعة الخير بيختلفوا عن الكبار، هدول كل ساعتين بدهم ايش؟ رضع عشان يبنوا جسمهم صح، وان شاء الله يضلهم عايشين عشان هم ايش؟ فقدوا حليب الام وهم صغار، ممكن يصير معهم امراض. ضايل ايش؟ ضايل هذا مرض هون يا حرام. تعال شوف كيف جعان، تعال قرب قرب. هاي حرام يا ولد يا علي، خذ خذ يا قلبي، خذ افتح دمك افتح. طبعا هيات هيك تقريبا خلصنا من ترضيعهم. طبعا ما رضعوش كتير لانهم هم على قدهم اللي يرضعوا، هيات بطنهم نفخ. الحين راح نظبط ايش القفص اله، جبنا لهم هاد عشان يقعدوا عليها. سكر هنا سكرنا هاد، راح نحط انهاد عشان ايش يضلهم متدفين، ونجيب لهم غطا ونغطيهم لانه الجو في الليل ايش ساقع. برضو بنحط لهم كمان هاد عشان لو بدهم يناموا فيها يناموا. وهيك حبايب قلبي خلصنا الفيديو لليوم، وربنا يجزينا الخير ما ب... وياريت اي واحد عنده هيك حالة انسانية للقطط يرن علينا، راح احط لكم الرقم في الوصف، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وسلام عليكم.